رجعنا لكم مرة تانية ولسه بنكمل معاكم موضوع حلقتنا عن نظرة المجتمع للست المخالفة لكل ما هو طبيعي من وجهة نظر المجتمع. ومعنا ومنورنا دكتور أحمد علام الاستشاري أنا أسفة سلامتك يا لولا الله يسلمك استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية واللي هيفسر لنا أسباب نظرة المجتمع بالطريقة دي للست رغم التطور والنجاحات اللي بتحققها. وهنتكلم كمان إزاي نقدر نعمل إيه أكتر علشان نغير العقلية دي. برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذة هنا. أهلا بيك وكل السادة المشاهدين وقناة الأهل الجميلة ويعني أستاذة أميرة طبعا الناس وزارتي بس الله يخليك يا دكتور منورنا والله الله يخليك ربنا يخليك شكرا جزيلا. دكتور خلينا نخش على طول في الموضوع. عايزين نعرف إيه سبب نظرة المجتمع للست بشكل خلينا نقول في شيء من إنه هي أقل من الرجل بشكل معين بالرغم من إنه الست وزيرة وسفيرة ودكتورة والكلام اللي حفظناه وقلناه ده. هي أكيد طريقة التربية دايما بنقول إن إحنا المجتمعات بتاعتنا هي مجتمعات ذكورية. طريقة قلة التربية يا دكتور. لا يعني دي حقيقة. لا هي طريقة التربية اللي بتتربى عليها في البيت مثلا يعني هفترض مثال إن واحد عنده ابن وبنت تمام ممكن الابن يسمح له إن هو يتأخر لحد ميعاد معين إنما البنت استحالة تتأخر كده. صحيح. ممكن الابن هو اللي يبقى واصي على لبس أخته ويقول لها ما تعمليش وما تسويش إنما البنت لو قالت له كده يقول لها عيب ده أخوكي وما ينفعش تكلميه ده راجل ده المفروض ما وحتى لو كان أخوها ده أصغر منها. فبالتالي الامور دي بتخرق المفاهيم اصلا من بدايه بقى الحياه عند الولد والبنت ان هم شايفين الامر ده قدامهم. كمان في بعض الاسر من زمان ممكن يكون الزوج هو اللي مسيطر بطريقه كبيره جدا الست ما لهاش الراي الكامل فبتطلع البنت كمان هي نفسها مستسلمه لهذا الامر ان هي كمان ما هي مامتها كانت كده وهي كانت اتربت على كده فبالتالي هي كمان اصلا بتكون مستسلمه لهذا الامر والزوج مزبوط. اللي بيتزوجها بيشوف بقى ان هي مستسلمه فبيكمل على هذه النظره وهذه المسيره والمأساة يعني. لا والزوج كمان بيبقى فيه ازواج معينين برضو شافوا على راي هند قله التربيه برضو فبيختاروا طبعا. هذه النوعيه من السيدات الضعاف اللي هو هيحط عليها ايه سلطته. هو الغريب فعلا ان ممكن تلاقي الناس بعض الشخصيات بتجذب الشخصيات اللي المفروض ما تبقاش معاها صح. بس هي جاذبه ليها يعني حضرتك مثلا شخصيه معينه ما بتحبهاش تلاقي هي دي اللي تنجذب ليك وبعدين مثلا خلاص مشي يجي شخصيه اخرى هي بنفس الطريقه وتنجذب ليكي برضه بنفس الكيفيه رغم ان هي من الشخصيه اللي حضرتك مش عايزاها او الشخصيه اللي انت مش حباها. دكتور والله ده سؤال مهم جدا وفي سؤال تاني المفروض اساله يعني بس ده مهم قوي. فكره ان احنا فعلا بنتشد الحاجات اللي احنا مش حابينها بيبقى سببها ايه؟ عدم التصالح يعني انا لو قابلت شخص مش كويس في حياتي وسلبي واذاني جدا اعمل ايه علشان ما اكررش نفس الباترن تاني انها تظهر في حياتي؟ التصالح اسمع انا دايما كلمه التصالح متصالح مع نفسه واحد كده داخل متصالح يعني جميل قوي إيه؟ هقول لحضرتك على حاجه هو حته ان انا طول الوقت بتكلم عن هذه الشخصيه وبفكر فيها هو ده اللي بيخليني اجذبها تاني أوكي. انما لما انا ببقى جوايا رفض لهذه الشخصيه واتكلم مع نفسي حتى داخليا او الصوت الذاتي الداخلي ان انا بتكلم ان الشخصيه دي اذتني وعملت وسوت فبحط لنفسي مبررات للبعد عن مثل هذه الشخصيات فلما اقابلها هلاقي نفسي انا تلقائيا ببتعد عنها انما انا طول الوقت بفكر ده عمل لي لما كنا بنعمل لما كان كذا فدايما بفكر فيه باستمرار او بفكر في الذكريات اللي كانت معاه فده بيخليه ان هو ان انا انجذب ليه. على فكره في شخصيات اتأذت من شخصيات لما تيجي تتكلمي معاها تقول لك بس والله كان بيعمل حاجات كويسه انا بموت بالكلمه دي والله كان ماشي هي متصالحه مع نفسها بس في الاخر بتودي نفسها في داهيه لانها بتكذب هذا الامر. طبعا امور كثيره جدا لو كلمنا عايز موضوع تاني على قصه بقى الجذب وطاقه الجذب وايه العوامل اللي بتخلي ناس تنجذب لناس وناس تجذب ناس وناس تجذب شخصيات وتجذب احداث وتجذب افكار هي اصلا ما عاشتهاش مثلا وممكن يقول لك انا حاسس بكذا او انا شفت انا هيحصل كذا رغم ان هو مش احنا عايزين فعلا نعمل له حلقه انا جود واي وانا باد واي لانه في ناس بتستخدم ده لتحقيق اهدافها طبعا فدي بقى نبقى نقولها في حاجه ثانيه انما دلوقتي احنا بنتكلم ان انا تفكيري في حد دايما هو اصلا كان مؤثر في حياتي دايما ببقى خلاص توطنت معاه. اقول لحضرتك على حاجه يمكن فيلم اسمه سوق المتعه الفيلم ده كان بتاع محمود عبد العزيز والهام شاهين كان هو عاش في السجن ورافض عيشه السجن ورغم كده لما خرج بره وده بيتكلم عن عوامل نفسيه حب يعيش نفس التجربه اللي هو كان فيها تاني رغم ان هو بقى اصبح معاه فلوس واصبح غني واصبح يعني عنده امكانيات. وكذلك احنا بنعمل هذا الامر احيانا كتيره جدا ابقى عايز استعيد نفس الشخصيات اللي انا عشت معاها بنفس الطريقه تاني. الست المطلقه الست الارمله الست اللي لسه ما اتجوزتش عدت سن معين وما اتجوزتش يعني هم كاتبين لنا في السكريبت الاربعينيه ده احنا يعني من اول ال 5 وبعد 25 بيبتدي الكاونت داون طبعا
ازاي الست دي تتعامل مع نظره المجتمع ده من غير ما تتاثر، لانه مهما كانت صلبه وعامله جدار نفسي اكيد هي في الاخر بني ادم هتتاثر. ازاي تتعامل مع المجتمع من غير ما تتاثر، وازاي تغير الفكره دي؟ احنا لازم نحط في اعتبارنا ان احنا برضو لازم نراعي المجتمعات اللي احنا عايشين فيها دي، برضو حاجه نقطه ان احنا نحطها. في حد يقول لك انا هعمل اللي انا عايزه ومش مهم المجتمع ايه، يعني هيعملوا لي ايه وما بيعملوش حاجه. لا، هم فعلا بياثروا علينا تاثير سلبي، بيتكلموا كلمات سيئه ممكن من شانها تعمل لنا مشاكل في حياتنا او تعمل لنا مشاكل مع الاخرين او تعمل لنا بعد عن الاخرين. فبالتالي الست اللي هي عندها يعني حالة طلاق او حاجه وعايشه في مكان الناس واخده بالها من حركاتها من تصرفاتها تراعي هذه الامور. يعني انا هنا مش بحجر على فكره على شخصيه، واللي عايز يعمل اي حاجه من حقه ان هو يعملها، ولكن انا بتكلم علشان نحمي نفسنا من جدار الناس المتطفلين، او نعمل حوالينا جدار حوالين الناس المتطفلين اللي بيذونا نفسيا. واحده عندها القدره ان هي تعمل اللي هي عايزاه ومش فارق معاها وتقول لك يحصل خلاص، انت بتقدري تستحملي. انا بنتكلم اللي مضغوطه بقى. لا، هل في حد يقدر يستحمل؟ في بعض الشخصيات مش حاممها حاجه، يقول لك انا مش هيحصل ايه، يحصل ايه يعني، خلي اللي يقول يقول وخلي اللي يعمل يعمل. بس انا بتكلم ان انا بكلمكم يا جماعه عشان نحمي نفسنا من الضغوط اللي بتمارس عليكم على المراه. ما هي المراه اصلا بتمارس عليها مثل هذه الضغوط في التصرفات بتاعتها وفي التعاملات بتاعتها. كذلك عايز اقول ان هي كمان تدي لنفسها فتره نقاهه من خروج من تجربه للدخول في تجربه ثانيه. فتره النقاهه دي ما تقلش من 6 شهور لسنه، بحيث ان انا ما ادخلش في تجربه سريعه فيكون نتيجتها ادخل في تجربه ثانيه وافشل ثاني وادخل في تجربه ثالثه وافشل، فيبقى عندي معدلات الفشل كتيره. انا نفسي هبقى بعد كده يعني ايه، بقول لنفسي ان انا هفشل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن زي ما تقول خلاص دي شخصيه ما ينفعش حد يقعد معاها، ما ينفعش حد، مع ان هي ممكن تكون اصلا مسالمه جدا، ولكن المشكله اللي عندها هي دخولها في التجارب بدون ما تاخد فتره نقاهه او فتره راحه تستريح من التجربه السابقه. وعايزين نقول ان ما فيش يعني غالبا اي حد سوي مش هتتطلق ولا تنفصل الا لو هي اصلا ما استريحتش مع شريك حياتها. يعني هو احنا ليه يا جماعه بنعتبر ان دي حاجه خلاص سلبيه؟ او ما قعدنا مع بعض وكنا معتقدين اعتقادات ما لقيناهاش متناسبه مع بعض، لا انا وحش ولا هي وحشه. انما احنا عندنا بعض الناس بتنظر النظره زي ما حضرتك قلتي، ما زالت موجوده نظره المطلقه ان هي دي مطلقه وكانها وصمه عار، ولو ان هي مش وصمه عار ولا حاجه. اصبح النهارده عدد كبير جدا من المتزوجين، وقلنا النسبه بتبقى نسب تخوف. طيب دكتور، ليه الست دايما هي اللي بتتحمل نتائج اي فشل في العلاقه؟ يعني الست ما قدرتش تكمل في جوازها، دي ما قدرتش تكمل في جوازها واتطلقت، ست جوزها توفى، اهي بصي ما صبرتش وراحت اتجوزت واحد تاني. امتى النظره دي هتتغير؟ وليه اصلا النظره دي موجوده؟ يعني هل في منطق بيقول ان الست هي المسؤوله عن اي مشاكل بتحصل في الحياه؟ هو منطق قديم وتورثناه وابتدى ان احنا نكمله طول الوقت، حته ان المراه انت اللي مش مريحاه. طب ما هو يمكن هو وحش. تمام، لا انت اللي مش مريحاه، لا انت اللي ما عملتلوش كده. ما هو لو ما كانش دايما يعني هو دلوقتي عمل حاجه غلط، ما هو لو كان لقى راحه معاكي او لو كان لقاكي انت عملتي كذا ما كانش هيروح بره، ما كانش. حتى لو هو هيخون، حتى لو هو هيعمل تصرف سيء جدا، يبقى في الاخر هي السبب. حتى لو ضربها، حتى لو اذاها، يقولوا ما انت اللي تسببتيه، ما انت اللي عصبتيه. ما هو بيبقى راجع من الشغل يستريح. عادي، ما كل الستات، ما كل الرجاله بتخون وبترجع تاني. يعني وكان ده الطبيعي. طب ما هو في حاجات ماشي، حتى لو انا ضايقت اللي قدامي مش مفترض ان هو يضربني ويقول لك مش احسن ما يعمل لك كذا، مش طب يا جماعه ما هو ما ينفعش ولا يعمل كذا ولا يعمل كذا. يعني واحد يضرب واحد ويقول لك مش احسن ما اقتله، وانت لا ينفع تضربه ولا ينفع تقتله ولا مش احسن ولا دي ولا دي، ما تعملش دي. فهو دايما يبتدوا يحطوا لها مبررات ان انت ده كده احسن لك من كذا، وظل رجل وظل حيطه، والكلام ان انت مش هتلاقي غير الشخص ده وهو كويس قوي، ان هو اللي سترك وهو اللي عامل لك. دي طبعا نظره كانت قديمه وموجوده حاليا برضو في بعض المجتمعات اللي عندنا والمناطق والقرى والحاجات اللي هي منغلقه شويه على نفسها، ولكن اعتقد المدن الكبيره اصبح النظره دي قليله شويه، يعني موجوده بس قليله. دكتور، احنا للاسف وقتنا خلص، بس عايزاك اخيرا توجه رساله لكل ست بتتفرج، سواء كانت مطلقه، سواء كانت ارمله، سواء كانت متجوزه، لكل ست كمان يعني بتربي. يعني فهو في الاخر كل اللي احنا فيه ده بسبب الستات اللي ما عرفتش تربي. اسفه طبعا. رساله صارمه، يعني رساله للستات اللي ما عرفتش تربي، ولا الستات اللي هي تربت وبلغت؟ الاثنين بقى، الاثنين بقى. يعني انا عايزك تكلم الاثنين عشان خنقونا. عايز اقول ان بالنسبه للتربيه لازم يبقى في مساواه عندنا من رجل المرأة. ما تعتبريش البنت دي حاجه والولد حاجه تانية. لازم ده نبتدي ندرسه فيه منذ الصغر، نبتدي نحمل الابناء يا جماعه اللي بيطلعوا لنا بعد كده مش عايز يودي تمرين ولا عايز يساعد ولا عايز.
يعمل في البيت، ربيه على ان هو يعمل في البيت، يساعد اخته، يساعدك انت كمان في مهام لازم يعملها، يوضب اوضته، يساعد في المطبخ، يعمل اكل، يعمل ينزل يشتري طلبات، ده انت كده بخلي بالك ان انت بتخلقي حد يكون صالح وزوج صالح، بدل ما تخلقي زوج يكون فاشل ومش ما عندوش مسؤوليه والكلام ده كله. ونقول برضو المراه الاخرى ما تفتكرهاش ان هي وصمه عار في حقك، ان انت لو مش قادره تكملي، ولكن دي مش دعوه للطلاق ولا الانفصال، ولكن لو حصل وده حصل دي مش وصمه عار في حقك، تقدري تكملي وتقدري تنجحي ومش بتبقى نهايه المطاف. وكم من سيدات فشلوا في علاقاتهم الزوجيه ولكن بعد كده نجحوا في علاقات اخرى زوجيه، وكم منهم نجحوا في اعمال بعيدا عن الزواج، ولكن في الاخر ما نبقاش ان احنا ما تبقاش انت كمان نظرتك لنفسك بتعين الناس على نفسك، ما تبقيش نظرتك لنفسك اصلا سيئه او دنيه او اقل يعني من المفروض ان انت تبقي عليه. صح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دي. وخليني ازود على كلام الدكتور للبنات اللي لسه ما اتجوزتش، اوعي اوعي تتجوزي اوعي تتجوزي علشان سن، عشان ما تبقيش لوحدك، عشان كل اصحابك اتجوزوا ومش لاقي حد تخرجي معاه، عشان تاخدي حد تخرجي، اوعي الاسباب دي تتجوزي عشان او عشان تنزلي بوست على انستغرام ويجيب لايكس كتيره. الجواز لازم يكون ليه اسباب الجواز اللي ربنا قال لنا عليها. فده بس كانت كلمه واحده. انا خفت كنت تقولي اوعي تتجوزي اصلا. اوعي تتجوزي. لا لا مش الدرجات دي، مش الدرجات دي. نورتنا يا دكتور، ودايما يا رب منورنا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا.